ممتع حسب المرحلة تاعت المدرسة. يعني الابتدائية كانت عندي كتير ممتعة، الإعدادية الثانوية كمان كانت كتير ممتعة. أبدا بالمرة لا. لا صعب امتحانات شوي، لأنه كتير بيشتغلوا على أنه الطالب لازم يدرس 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 يدرس، امتحانات امتحانات امتحانات، بس بنسى أنه شخصية الطالب بين كل هالامتحانات والضغط وهيك بتروح، يعني بتكون بتنبناش شخصية صح. يعني حتى من هو صغير، يعني أنا بشوف أختي نفس الإشي من وهي صغيرة، يعني دغري ضغط ضغط تعليم تعليم، هذا هو أهم إشي قبل من إنه تكون شخصيتها تعرف تحكي توقف قدام ناس تتعامل مع شغلات. ليه؟ لأنه ضغط للطالب، يعني كتير ساعات نص ساعة بس الفرصة، وبعطونش فعاليات كفاية، وكتير يعني طلاب بنفس الصف بيكونوا من نفس الرأي، يعني ضغوطات من ناحية وظائف، من ناحية امتحانات، الولد يعني بيكون بعمر صغير بعده عم بيبدأ حياته، وكتير ضغط يعني، وبحب أكتر إنه يلعب يمكن ويتسلى بأشياء تانية. يعني أنا بتذكر بالابتدائي كان كتير برامج وكان كتير فعاليات، مش بس نمسك الورقة والقلم ويلا وأدرس وأدرس، بالعكس بتذكر كمان إنه كيف كانوا يمرقوا لنا الحصص، كيف كانوا يقولوا لنا مثلاً تعليم الأحرف، بالذات بصف ثالث لما صرنا بالعبراني كيف مرقوا لنا حصة العبراني، كان كتير بالنسبة لي ممتع يعني، وإنه أنا أكشف على إشي جديد. كمان صف أول نحمل الشنطة، نحمل الكتاب، ما كانش إشي متعودين عليه، يعني كل هذا الإشي كان كتير بالنسبة لي ممتع. يعني يحبوا بعض، يحتوا بعض، يعني يعملوا استراحات كثير، يكثروا من حصص الرياضة، يقللوا الوظائف، يقللوا الامتحانات، يجيبوا حصص ترفيه، حصص موسيقى، حصص هيك. طبعا كل طالب في عنده ميول لإشي معين، طبعا هن بيقدروش يجمعوا كل الميولات هاي بإشي واحد، بس بيقدروا يعملوا عدة فعاليات للطالب يخففوا شوي من نسبة الوظائف والامتحانات الكتير اللي عم بعطوهن إياها. في كتير حلول تانية، أنا مش مختصة بس أكيد في حلول. أنا بقول برأيي إذا بتكون المدرسة كتعليم بس من دون امتحانات، يعني حتى لو تكون وظائف وتعليم دراسة بس من دون امتحانات، امتحانات تكون مثلاً بجيل اللي هو كبير أكتر، يعني بجيل لما يصلوا على صف 12 بالآخر يعني.